دايرين؟ لاباس، يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. عيدكم مبارك سعيد، الله يدخلوا لكم الصحة والسلامة ويخلي لكم وليداتكم ووالديكم واخوتكم واخواتاتكم، ويا ربي يرفع علينا هذا الوباء، ويا ربي كل مريض الله يشافي واللي ما عندوش الله يعطيه، ويا ربي تحسن خاتمتنا، ويا ربي نكون خفيفة على قلبكم. المهم جيت اليوم نشارك معكم واحد الحلوه ديال جراند كافي اللي هي سهله في متناول الجميع، وكاع الوصفات تقريبا كاينين في كل بيت. نبداو على بركه الله. اللي غادي نحتاجو فيها مصراب هاد الزبده، وغادي نحتاجو فيها كاس ديال الزيت مع مرش، وغادي نحتاجو فيها فرماجه اللي عندكم، اللي متوفر عندكم كيري ولا لاباش كيري ولا الاطفال اي فرماج عندكم. وغادي نحتاجو فيها دانيت كراميل، عندكم دانيت شوكولا، عندكم اي دانيت عندكم ديروه. وغادي نحتاجو فيها نكهه الفانيلا، وغادي نحتاجو فيها قبيصه الملح، ونحتاجو فيها نص ربع بكيه الخميره ديال الحلوه، وغادي نحتاجو فيها كاس سكر ثقيل، وغادي نحتاجو فيها جوج عواشق كبار ديال الكاكاو مر، وغادي نحتاجو فيها جوج معالق كبار ديال النسكافي سريع الذوبان. نبداو على بركه الله. غادي نضيفو هنا كاس ثقيل ونخدمو مزيان. بسم الله. وكنفضل انكم تخدمو بالزبدة حيوانية، يعني ما تخدموش مارغرين. انا دوبت شويحت كانت عندي الكونجلي، نديرها في الكونجيلاتور باش ما توليش هي فيها حتى السمنة. والدقيق حسب الخريطة. نضيف فوق قبيصة الملح، ونضيف فوق كاس ديال الزيت، نضيفو نكهة فانيلا، اللي ما عندوش النكهه ديال الفانيلا يدير فاني صاش. وغنضيفو فرماجة، وغنضيفو
واخا تبقى لكم هاد الكويره تحاولوا تنهوا. شوف هما اصلا مع الخليط من المايدين اندمجوا مع بعضياتهم غادي يتلاشوا. ونضيفو داميت كراميل ونضيفو القهوة سريعة الذوبان اسمحوا لي صحيتيه نضيف كاكاو جوج معالق كبار ديال الكاكاو ونضيفو الدقيق حسب الخليط مع بعض صاشيه الخميره ديال الحلوه ونبداو نمزجو في الخليط ديالنا ما نديروهش قاصح كتعطي واحد الكميه هائله ديال الحلوه كما شفتوا يعني باقه خاصها الدقيق
غنجمعها ونرجع معكم. بعد ما جمعناها كيجي القوام ديالها على هاد الشكل هذا، وحنا نجيب اللاطا ديالنا نجيبو على الفوق، نمركم حتى ديرو بيها ونشلوها على بركة الله. نشدو قد هاد العبارة هدا، غادي نديروه اوفال بحال هكا طويل شوية، وغادي نوركو عليها بهذا الشكل هذا. غتجينا غراند كافي، غراند كافي على هذا الشكل هذا. بغيتو ديروها صغيره ديروها، يعني كله وتديروها في هذا القياس هذا، ديروه تبقاو مستمرين لهاد هاد المنوال هذا. راكم لاحظتوا معايا الخفه ديال العجينه ديالها، يعني باش كتساعدكم حتى نتوما كتبقاو غادي في هذه العمليه هذه حتى كتكملوا اللاطه. بعد ما كملنا اللاطه على هذا الشكل هذا، غندخلوها الفران اللي ديجا انا شعله، ومن بعد ما نخرجها من الفران ان شاء الله ونفندها في الشوكولاته الحلوه شغل الاسود، نرجع ندوزو ندوبو الشوكولات، شوكولات غالا مع شويه ديال الزيت باش ما يخسرش لينا، ونبقاو نحركو ما نحيدوش المغرف من يدينا وحنا كنحركو. انا زدت معاه واحد شويه الشوكولاط، شوكولا غيش، شوكولا اولي غيش اولي، باش يعطيني شويه لوغو. كان عندي يعني متواجد عندي في الدار زدتو مع شوكولاتة غالا. يحسب لي شعل عليه البوطه يا عطاف، يلا شعلت عليه وجدت هاد ورق الزبدة باش ندير فيه الحلوه اللي غادي
اللي غادي نفند في اللي غادي نفند في الشوكولات باش ما تلصقش ليا في اللاطا باش ما تلصقش ليا في نبقاو على هاد المنوال كنحركو حتى كيذوب لنا الشوكولاط ديالنا كامل. منسكوش من التحرك باش ما يحببش لينا. بين ما بدا بلي الشوكولاط غنرجع معكم. شتو هاهو بدا كيذوب، يعني ما تسقوش غير من التحرك ما تلقاوش شي مشكل معاه. هاهو بعد ما داب وهاد لاطا ديال الحلوة ديالنا بعد ما خرجتها من الفران بردات. دابا غنبدا نفند الشكلاط، يبرد شوية ونبدا نفند. نبداو على بركة الله، بسم الله. ثم غادي على هذا الشكل تنكملو حليوتنا. بعد ما نكملو نرجع معاكم. وها هما بعد ما فندناهم نتسناهم غير يكرمو ونديرهم في طبق ديال التقديم ونوريكم النهائي ديال الشكل النهائي ديال الحلوة. سمحوا لي ما نعساش. شويه وباقيين وحدين الاخرين في اللاطا حتى هما درتهم يكرمو. بما كرمو نقدم لكم بالشكل النهائي. وكيجي هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. نتمنىكم انه تجربوها، كتجي غزاله ولذيذه ومقرمشه كتذوب في الفم. هذاك النكهه ديال الفانيلا نسكافي والكاكاو كتجي ولا اروح. جربوها ما غاديش تندموا عليها. هذا هو الشكل النهائي ديال الجراند كافي ديالنا. كنتمنى انه يكون خفيف على قلبكم. ما تنسونيش بملي لايك وابوني وبارطاج
يا ربي هاد العيد هذا يكون عيد المحبة والمودة، يا ربي ارفع علينا هذا الوباء، الله يخلي لنا كل عزيز وغالي يا ربي، اللهم آمين رب العالمين. شكرا. شيشة